أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج منتصف النهار، ونتناول اليوم في حلقتنا تفاصيل التأكيد المصري على رفض تهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم في ذكرى تحرير سيناء، ونتناول أيضا أسباب القصف الإسرائيلي الذي استهدف شاحنة وقود شرقي لبنان، وفي حلقتنا نتناول تداعيات تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي حث فيها أوروبا على أن تظهر أنها ليست تابعاً للولايات المتحدة. وأخيراً نستعرض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الذكرى 42 لتحرير سيناء الذي تم في عام 1982. أهلاً بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سوياً عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عيد تحرير سيناء يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم. وقصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود شرقي لبنان. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحث أوروبا على أن تظهر أنها ليست تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الذكرى 42 لتحرير سيناء إن ذكرى تحرير سيناء من أيام مصر المجيدة، مضيفا أن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. الرئيس المصري أضاف أن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. لتحليل والاستقراء بينضم إلينا من القاهرة أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا وسهلا بك سيد عماد. اهلا وسهلا يا فندم، تحياتي ليك ولكل المشاهدين، وكل عام والمصريون بألف خير. نهنئ انفسنا ونهنئك ايضا بعيد تحرير سيناء. كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كلمات لمست القلب والوجدان، وكانت ايضا فيها العديد من الدلالات والرسائل، كيف قراتها؟ بطبيعه الحال 25 ابريل عيد يعني تاريخ وموعد مهم لكل مصري ولكل عربي في صراع طويل وممتد مع إسرائيل من سنة 48 وربما ما قبل ذلك، وبرهان على أنه ما لم يكن ممكنا الحديث عن استرداد سيناء بدون نصر أكتوبر في سنة 73. هذه نقطة مهمة، لكن هذا العام أحيانا التواريخ أو التوقيتات كلها دلالات أكثر أهمية، بمعنى أننا نحتفل ب 25 أبريل في كل عام وله نفس التقدير والتبديل. العام هذه الذكرى هذا العام الأمر يختلف أو يكتسب أهمية كبرى بالنظر إلى التوقيت،
هناك صراع دامي في فلسطين المحتله، هناك عدوان اسرائيلي وحشي وبربري وعنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، هناك محاوله اسرائيليه مستميته لحل القضيه الفلسطينيه بتصفيه القضيه الفلسطينيه، ومحاوله ترحيل القضيه على حساب مصر والاردن والدول العربيه. وبالتالي الاحتفال هذا العام في ظل هذا الامر يكتسب اهميه مهمه جدا. كلمه الرئيس اللي القاها النهارده بمناسبه 25 ابريل هي كلمه واضحه ومهمه ومحدده في ظل هذا التوقيت الدقيق، انه مصر ترفض، ان مصر ترفض التهجير، ترفض حل القضيه الفلسطينيه، ان الموقف المصري او الثوابت المصريه هي ضروره حل القضيه الفلسطينيه على اساس دولتين طبقا لحدود 4 يونيو 67، ان مصر في هذا الصراع تدعم الشعب الفلسطيني وبادخال المساعدات ومحاوله وقف اطلاق النار والوصول الى اتفاق يقود الى مباحثات تقود بدورها الى حل نهائي للقضيه الفلسطينيه. دي اشياء مهمه جدا، خصوصا ان هي جايه في توقيت اخر، توقيت شديد الاهميه، وهو ما يثار حول قرب قيام اسرائيل بعمليه عسكريه جديده في رفح الفلسطينيه. كل هذه الدلالات خصوصا فيما يتعلق بالوقت اكسبت الاحتفال اهميه واكسبت الكلمه اهميه كبرى بالنظر الى كل هذه الخلفيات الموجوده. يعني أستاذ عماد، يمكن بتتحدث عن فكرة اقتحام رفح، هي من الناحية الاستراتيجية والعسكرية هي ضرب من الجنون، هي إبادة، وأيضا هي مسخ ومسح كامل للشعب الفلسطيني. كيف ترى في حال أقدم الجانب الإسرائيلي على إجرامه البربري والوحشي وقام بهذا الاقتحام، ما هي تبعات؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم، أذكر أنه مصر موقفها ثابت وواضح. مصر صحيح. مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، مصر ترفض التهجير وترفض أن يكون التهجير على حسابها أيضا، وبالتالي موقفها ثابت منذ 7 أكتوبر، وكانت متيقظة ومتنبهة من الأيام الأولى لحقيقة هذا المخطط، وأنه هدفه هو تهجير الشعب الفلسطيني. مصر مجلس الأمن القومي اجتمع بعد أيام من بدء العدوان وقال أنه التهجير خط أحمر، ومصر كررت على لسان أكثر من مصدر وعلى لسان المسؤولين المصريين من أصغر مسؤول في الخارجية وفي الأجهزة المختصة وفي رئاسة الجمهورية وصولا للرئيس السيسي رفضها لخطة ومخطط تهجير الفلسطينيين أو اقتحام رفح. وامبارح كان في تصريح مهم في القاهرة الإخبارية وفي جريدة الشروق لمصدر مصري مهم بيرفض هذا الأمر، وأن مصر لا تنسق إطلاقا ردا على تقارير تسريبات يعني مريبة أن مصر نسقت مع الإسرائيليين فيما يتعلق برفح. مصر نفت ذلك جملة وتفصيلا وكررت موقفها الواضح بأنه هذا الأمر إذا تم سيمس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. هذا كلام واضح من مصادر رسمية مصرية تحدثت أكثر من مرة في الأيام الأخيرة، وآخرها ما تم يعني نقله عبر قناتكم الموقرة بالأمس. وبالتالي هذا موقف مبدئي مهم جدا أن نعلنه ونؤكده ردا على بعض الألسن المريبة والنهايات المريبة التي تتحدث عن تنسيق مصري إسرائيلي. طب يعني صحيح هناك موقف ثابت أستاذ عماد، يعني أنا متأكدة أن مواقف مصر واضحة يعني منذ ولاية الرئيس السيسي، هو أمن مصر، الأرض مصر خط أحمر، أيضا الحفاظ على الهدوء الدبلوماسي والسياسي في معالجة كل الأمور الشائكة، لكن يعني ترددت العديد من الأقاويل وكان الهدف منها أن تجر مصر لفكرة المباركة لهذا الاقتحام الوحشي. ما الهدف من إسرائيل من زج اسم مصر في هذا الحدث وأيضا أحداث سابقة؟ لماذا تفعل ذلك؟ الهدف بسيط وواضح، هي تريد أن تشوه قدر الإمكان صورة مصر. هذا هدف جوهري لدى إسرائيل، لأن مصر من البداية اتخذت موقفا يعني قوميا ووطنيا واضحا من العدوان. أذكر حضرتك أنه الإسرائيليين ادعوا كاذبا أن مصر تعوق دخول المساعدات، وهم يدركون أن هذا محض يعني أكاذيب. هم ادعوا أمام محكمة العدل الدولية أيضا أن مصر تعوق المساعدات، وأن إسرائيل هي التي يعني الحمل الوديع الذي يريد إدخال المساعدات، لكن مصر هي التي تمنع، وجعلوا الرئيس الأمريكي يقول ذلك عفو الخاطر. بيؤلفوا أكاذيب طول الوقت. لما يجوا النهارده يقولوا أن مصر
نسقنا مع مصر، هو يريد الحالة أن مصر وهي أكبر دولة عربية وهي ذات الحدود المشتركة مع قطاع غزة توافق على هذا الأمر، ولذلك كان مهما أن يخرج التكذيب المصري الواضح والسريع لهذا الأمر حتى يوقف المحاولة الإسرائيلية. ومن يعني إذا كنا يعني نفهم هذا السعي الإسرائيلي والدائم الإسرائيلي الدائم لتسويق هذه الأكاذيب، فمما يؤسف له أن بعض وسائل الإعلام العربية تنساق وراء هذا الأمر وتنقله وكأنه حقيقة، في حين أن موقف مصر واضح. يعني من البداية حتى هذه اللحظة مصر قالت بوضوح أنها تعارض هذا الأمر ولن تقبل به وأنه سيؤثر على معاهدة السلام. فبالتالي على بعض الأخوة العرب وعلى بعض وسائل الإعلام العربية خصوصا الكبرى منها أن يعني تمحص ولا تنساق وراء الدعايات والأكاذيب والترويجات الإسرائيلية الفجة التي تريد ضرب العرب بالعرب، التي تريد الإساءة إلى موقف مصر من مما يحدث في قطاع غزة. يعني أخذ من سؤالك أستاذ عماد بالنسبة لموضوع معاهدة السلام، يعني الهدف الأساسي هو إرساء السلام في جميع الدول، وما يحدث هو يعني يمكن ضرب بعرض الحائط بالنسبة للقواعد الأساسية في أي اشتباكات أو حتى حروب. هناك خروقات كبيرة، أريد أن أستفيد أمامك أو معك للمشاهد، ماذا لو، ما أهمية وجود معاهدة السلام، وماذا لو تم اختراقها من الجانب الإسرائيلي؟ المعاهدة كما نعلم وقعت سنة 79، 25 مارس 79، سبقها اتفاقيات إطارية كامب ديفيد سنة 78 نتيجة للزيارة التي قام بها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 77. النتيجة هي معاهدة السلام بين البلدين، حددت إطارا وتفاصيلا لكل ما يتعلق بالعلاقة المصرية الإسرائيلية، وأحد جوانبها حتى لا نغرق المشاهد في تفاصيل أن هناك مناطق على حدود الدولتين ينبغي احترامها وتنظم تواجد الجيوش والتواجد العسكري والمدني فيها. صحيح. على سبيل المثال فيما يتعلق بالجانب، حينما تم توقيع هذا الاتفاق كان قطاع غزة تحت حكم إسرائيل، تحت الاحتلال الإسرائيلي. نعلم أن إسرائيل لم تنسحب من قطاع غزة إلى سنة 2005، وبالتالي الملحق الجزء المتعلق بهذا الأمر أن القوات الإسرائيلية ينبغي أن تكون بعيدة عن الحدود بحوالي أظن المنطقة جيم تبعد عن 5 كيلومترات بعيدة عن الحدود المصرية. وبالتالي أي دخول لإسرائيل على معبر رفح أو معبر فيلادلفيا كما يسمى واحتلاله والوجود فيه على الحدود المصرية يعني مباشرة أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهذا الأمر كرره أكثر من مسؤول مصري. وأظن أن مصر واضحة وأتصور أنها نقلت ذلك لإسرائيل، وأتصور أنها نقلت ذلك للولايات المتحدة باعتبارها راعية للاتفاق وكانت شريكا في الاتفاق زمن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وبالتالي يعني نثق ثقة كاملة أن الدولة المصرية يعني حريصة كل الحرص على، إذا كانت حريصة على الالتزام بالاتفاقية فهي أيضا حريصة على إذا لم يلتزم الطرف الآخر بهذه الاتفاقية فأنا أظن وقتها سيكون لكل حادث حديث. طيب أستاذ عماد، يعني اتكلمنا عن معاهدة السلام، هل بتعتقد أنه في حال أنه الجانب الإسرائيلي إذا قام بهذا الاقتحام سيحافظ على ضوابط هذه المعاهدة وأيضا في الناحية الأخرى على أرواح الفلسطينيين؟ نتحدث عن بضعة كيلومترات، يعني كان بيتحدث معي أحد المحللين إذا ألقيت فيها حجرا لأصاب الأشخاص وأذاهم، ما هو الحال إذا كان دبابات ومدافع وقصف؟ في الجزء الأول من سؤال حضرتك، إسرائيل ظن الشخص أنها ليست حريصة على أي معاهدة مع أي دولة عربية لأن هناك تيارا يمينيا متعصبا يحكم إسرائيل، والثقافة العامة في إسرائيل للأسف الشديد صارت ثقافة يمينية متطرفة منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف يمين هو إيجار عامر سنة 95. والمجتمع الإسرائيلي يفرز في كل انتخاباته حكومات يمينية باستثناءات قليلة، وبالتالي هذا ربما ينير لنا الطريق أن الثقافة العامة في إسرائيل هي تفرز حكومات متطرفة، وبالتالي المشكلة ليست هي نتنياهو أو سموتريتش أو بن جفير
او امحي الياهو او غيرهم. هذا مجتمع صار متطرفا، منظومه كامله متطرفه. يعني كيف يمكن ان يكون هناك لغه عقل معها استاذ عماد؟ بالضبط. ليت الامر يتوقف عند الحكومه، لو ان القضيه هي حكومه متطرفه والمجتمع في اغلبيته سليم لهان الامر، لكن انا اقول لك ان المجتمع نفسه يفرز، هو الذي ينتخب هذه الحكومات المتطرفه. ووجدنا وزيرا اسرائيليا وهو وزير التراث أميحاي إلياهو يقول لما لا نستعمل قنبله نوويه ضد الفلسطينيين، واخرين يصفونهم بانهم حيوانات بشريه، وثالث يقول اننا سنقتل كل اطفال غزه. هذه نقطه جوهريه. النقطه الثانيه المتعلقه بحرص اسرائيل على حمايه المدنيين، اذا كانت اسرائيل وجنودها يتباهون انهم يقتلون الاطفال ويقتلون الحيوانات في غزه ويجوعون الفلسطينيين ويقتلون الافراد الاطقم الدوليه زي المطبخ العالمي المركزي كما حدث في شمال غزه قبل اسابيع قليله، اذا كانوا يفعلون ذلك فهل نتوقع منهم ان يكونوا اكثر رحمه باهالي رفح؟ انا اظن انه جزء اساسي الهدف الاسرائيلي جوهري هو قتل اكبر عدد من الفلسطينيين خصوصا من الاطفال والنساء حتى يحدثوا تغييرا ديموغرافيا في القطاع، بحيث انه ما يمكن تسميته بصداع غزه في الراس الاسرائيلي يقل. وبالتالي لا علينا الا نصدق اي ادعاءات اسرائيليه او اي تعهدات هم تعهدوا للجميع. طيب يعني استاذ عماد تقدر تقول انه بعد عيد الفصح، يعني عندما بنتكلم كنا بالامس عن موضوع الطائفه المتطرفه والهيكل والقرابين الخاصه بعيد الفصح، يعني اذا تم ذلك سيصبح الفلسطينيون في مذابح، يعني هم القرابين الحقيقيه لليهود المتطرفين بعد عيد الفصح. ما الموقف الامريكي؟ هناك نوع من الميوعه اذا صح التعبير في الموقف الامريكي، موقف الامريكي ما بين كارن وفر، ما بين شجب ورفض ودعم بسلاح، هل هذا واقع فرض على أمريكا أو هذا وضع وبالتبعية فرض على العالم؟ حضرتك يعني أرجو أن أكون واضحا، هل هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأهداف العامة العليا؟ الإجابة هي لا قاطع، لا يوجد أي خلاف إطلاقا. هل هناك خلاف تكتيكي بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو؟ ربما هناك بعض الخلافات التفصيلية حول طريقة القتل وليس حول وقف القتل، حول طريقة الاحتلال وليس حول جوهر الاحتلال. وبالتالي الواقع على الأرض، الولايات المتحدة من 7 أكتوبر حتى أمس فتحت كل مخازنها العسكرية للسلاح لتزويد إسرائيل بالقنابل المحرمة دوليا، أعطت إسرائيل كل ما طلبته، فتحت خزائن وزارة المالية لتقديم كل المعونات، واخرها ايضا اول امس مجلس الشيوخ صوت على امداد اسرائيل ب 26 مليار دولار. اسرائيل امريكا ارسلت طائرات، حاملات طائرات الى السواحل الاسرائيليه، سفن نوويه، هي التي تقوم ب يعني قواعدها في المنطقه هي التي تتولى اصطياد الصواريخ الموجهه الى اسرائيل من بعض دول المنطقه. هذا هو الواقع، وهناك في مقابل هذا الواقع بعض التصريحات الطيبه احيانا، بمعنى اننا نصر على قيام دوله فلسطينيه، اننا نعارض اقتحام رفح الا اذا تم تقديم تعهد بكذا وكذا. هذه تصريحات ليس لها معنى، يعني حينما تقوم اسرائيل بقصف المستشفيات والمساجد والكنائس والطرق والمدارس والأونروا، ثم تقوم الولايات المتحده باصدار تصريحات لفظيه، ما الذي يفيدني كفلسطيني او عربي او اي لا شيء، يعني ما فيش إفادة يا أستاذ عماد. يعني أستاذ عماد ما كلمت في نقطة مهمة جدا، توقيتها يعني خطير وحساس جدا، يعني ما تقول بأن إسرائيل أو أمريكا بتستخدم عبارات رنانة، يعني تطيب خواطر كما يقولون بالعامية المصرية، هي لتطيب الخاطر العالمي وليس أكثر، وفي نفس التوقيت بتفتح مخازنها في توقيت حرج وحساس، وتعلن وإعلن جالنت عن اقتراب، أو نتنياهو إذا صح التعبير عن اقتراب ساعة حسم. إذا هي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر، وليس فقط ولكن أيضا الغطاء والدعم العسكري واللوجستي، هي شريك أصيل. ألا ترى معي توقيت التسليح متزامن مع احتمالات الاقتحامات؟ بطبيعة الحال أتفق معك تماما. يعني أذكر حضرتك اليوم صباحا كان هناك تصريح من نوعية هذه التصريحات، أن الولايات المتحدة قلقة من التقارير التي تتحدث عن وقود مقابر جماعية في قطاع غزة وفي خان يونس تركتها إسرائيل. طيب يعني إذا أنتم كنتم قلقين من وجود مذابح
جماعية ومقابر جماعية، فلماذا تمدونهم بالأسلحة؟ لماذا تستعملون، إذا كنتم تتحدثون عن ضرورة وجود دولة فلسطينية فلماذا تستعملون الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة؟ إذا كنتم مصرين على عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والأبرياء والأطفال فلماذا تدعمون إسرائيل في كل مرة بل تفاوضون نيابة عنها؟ الحرب الأخيرة أو العدوان الإسرائيلي الأخير كان مأساويا وأدى إلى كوارث لا حجم لها، لكنه أيضا في المقابل كشف عن أشياء مهمة جدا، أنه جعل الجميع يفيق على وهم أن هناك وسيطا نزيها اسمه الوسيط الأمريكي. هناك موقف أمريكي واضح لا يريد أن يتحلى بأي مساحيق، هو يقول بوضوح نحن نتعهد بحماية إسرائيل وإمدادها بكل الأسلحة. أوجه سؤال للجميع، ماذا لو لم تقدم أمريكا المساعدات والأسلحة إلى إسرائيل من 7 أكتوبر؟ سؤال ممتاز، سؤال ممتاز. النتائج الاستراتيجية أن إسرائيل أيضاً كشفت عن ضعف بنيوي حقيقي. ماذا لو لم تكن هناك دفاعات جوية أمريكية بريطانية فرنسية يوم 14 إبريل حينما تدفقت الصواريخ الإيرانية والمسيرات؟ هذه اكتشافات مهمة مما حدث منذ 7 أكتوبر وحتى هذه. يعني مش مطلوب من المجتمع الدولي ولا حتى أمريكا ولا ألمانيا ولا فرنسا مد يد العون للفلسطينية، المطلوب ولا حتى مواقف سياسية ولكن هي مواقف عسكرية. يكفي أسلحة لإسرائيل، يكفي تسليح لإسرائيل، لأنها إلى جانب واحد هي تقتل الفلسطينيين. ولكن أريد أن أسألك يعني أستاذ عماد، هل بتتفق معي بأنه إذا جاءت ساعة المحاسبة ستحاسب إسرائيل لوحدها إن حسبت، أم أمريكا معها بما نراه الآن؟ السؤال يا فندم إجابته تتوقف على من الذي سيقوم بالمحاسبة ومن الذي سيفعل ذلك الأمر الوصول إلى هذه الساعة. يعني هناك واقع مأساوي عالمي، الولايات المتحدة متجبرة وإسرائيل للأسف الشديد تمارس بلطجة دولية غير مسبوقة، فبالتالي موازين القوى شديدة الاختلال. حينما ينعدل هذا الميزان المائل والمعيب ربما تأتي ساعة الحساب. نقطة مهمة، نحن ننتقد الإدارة الأمريكية كثيرا لكن علينا أن نودي التحية لقطاعات كثيرة في الشعب الأمريكي، يعني أثبت أن ضميره الإنساني بخير. الطلاب الموجودين في بعض الجامعات ومنها جامعة كولومبيا على سبيل المثال الذين يصرون على التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا الأمر ربما يكون هو العنوان الإجابة في المستقبل على التغير. الغالبية العظمى من المؤسسات الأمريكية الرسمية والإدارة والكونجرس والبنتاغون والخارجية منحازين انحياز كبير لإسرائيل لأسباب طويلة يطول شرعها، منها أسباب دينية ومنها أسباب مالية وإعلامية إلى آخره. لكن هناك قطاع كبير خصوصا بين الشباب الأمريكي بدأ يفيق وبدأ يدرك الحقائق. الرهان على هذا الجيل مهم جدا، ربما بعد سنوات يكون له التأثير الأكبر والصوت المسموع، وبالتالي نصل إلى ساعة الحساب. هذا الأمر من يتابع التاريخ سوف يكتشف أن هذا الأمر حدث في أثناء حرب فيتنام حينما كانت هناك مظاهرات معارضة داخل أمريكا، ومنهم بالمناسبة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون كان أحد الشباب الذين شاركوا في انتقاد الحرب الأمريكية الظالمة على الشعب الفيتنامي، وانتهى الأمر في الآخر وتم طرد الأمريكان والانسحاب من فيتنام. التاريخ يعني يقول لنا بوضوح أنه لا يوجد استعمار يستمر طول العمر. رأينا تجارب أسوأ ربما في جنوب أفريقيا ونظام الأبرتايد، والاحتلال الإسرائيلي مكتوب عليه أن يرحل في نهاية المطاف، لكن طبعا بشروط موضوعية، لابد أن يكون هناك تضامن وتوحد ووقف الحساب بين الشعب الفلسطيني. طيب. أستاذ عماد يعني وقوفا على نقطة التاريخ وبنتكلم عن التاريخ يعني بيعيد نفسه بشكل أو بآخر، ولكن النهاردة أكثر وحشية. الهدف الرئيسي ألم يثبت للعالم بأن الهدف الرئيسي ليس حماس وأن الهدف الرئيسي هو إبادة الشعب الفلسطيني، أو يعني على أفضل الفروض التهجير القسري لهم وهو المرفوض تماما من جميع العالم وأيضا تحديدا من الدولة المصرية؟ ألم يثبت للعالم أن ما يحدث ليست إلا مسرحية هزلية ابتدعتها إسرائيل لإنهاء ملف القضية الفلسطينية؟ نعم، ثبت لغالبية دول العالم هذا الأمر، أتفق معك تماما، لكن
كما تعلمين يعني القضايا لا تحل بهذا الأمر فقط، أنه الضمير والأخلاق والمبادئ ليست هي فقط التي تحدد هذا الأمور أو القرارات الدولية والشرعية الدولية. لدينا قرار من مجلس الأمن 242 من سنة 67 يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يتم تطبيقه حتى الآن. لدينا عشرات القرارات الدولية الملزمة ولم يتم تنفيذها. العالم لا يقوم سيدتي الفاضلة على المبادئ والأخلاق والحقوق، يقوم على القوة. وبالتالي يعني ما حكى جدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لابد أن يتوحد الفلسطينيون أولا، لا يعقل أنهم يواجهون حرب إبادة وهم منقسمون. لابد أن يكون هناك دعم عربي أكثر، الدول الأجنبية بعضها بدأ يتحرك. هناك على سبيل المثال بعض الدول في أمريكا اللاتينية طردت السفير الإسرائيلي، قطعت العلاقات، بعضها اعترف بالدولة الفلسطينية. هناك في الاتحاد الأوروبي بعض الدول لها مواقف شديدة الاحترام، بلجيكا، أسبانيا، إيرلندا وغيرها. وبالتالي الشعب الفلسطيني صموده سيفشل المخطط الإسرائيلي. الدعم المصري العظيم والموقف المبدئي المصري ساهم كثيرا في إفشال المخطط الإسرائيلي وكشفه. مثل هذه القضايا تحتاج تراكمات وليست لا تحل بذل، لأن أيضا وجود إسرائيل القوية التي تقسم المنطقة العربية أيضا هدف غربي، والأوروبيون هم الذين ارتكبوا المجازر بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، لكننا نحن من دفعنا الثمن للأسف الشديد. أشكرك أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا من القاهرة. ودعا الرئيس الأمريكي الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية على أن تظهر أنها ليست تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس الدول الأوروبية على صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية، محذرا من أن المخاطر العسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أوروبا تموت أو تتراجع أمام القوى العظمى الأخرى. ودعا الرئيس الفرنسي إلى بناء قدرة أوروبية في مجال الأمن والدفاع السيبراني وإعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، مؤيدا فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذا الجهد الدفاعي. للتحليل بينضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة الأوروبية للسياسات الدبلوماسية. برحب بك سيدي الفاضل، ولكن هناك لهجة أو دلالة أيضا من هذا الحديث من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترى ما هي دلالته أو لماذا يريد أن يصل إيمانويل ماكرون؟ تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني إيمانويل ماكرون يحاول أن يحيي طموحه القديم في أن يكون هناك سياسات دفاعية لأوروبا مستقلة عن الولايات المتحدة والناتو، وقد تصل إلى تأسيس الحلم الأكبر للرئيس الفرنسي وهو الجيش الأوروبي الموحد. هذا ما يحاول ماكرون أن يشرحه الآن وأن يعمل عليه، وهو نوعا ما محق عندما يقول بأنه يجب على الأوروبيين أن يكون لديهم سياسات دفاعية مستقلة ذات مصداقية وليست في الكلام فقط، وأيضا بأن يكون هناك عمل الآن لأن الوقت يضيق ولم يعد هناك متسع من الوقت بالنسبة لأوروبا في أن تكون هي الحلقة الأضعف بين القوى الدولية التي تتشكل الآن. لدينا تحالف بريطاني أمريكي، لدينا تحالف صيني روسي، لدينا قوة جديدة تبزغ على الساحة الدولية، وأوروبا الآن هي الأضعف. ولكن مشكلة ماكرون أنه دائما يعطي حديث فقط وليس عمل. يعني دائما إذا رقبنا خطابات الرئيس الفرنسي هي خطابات منمقة جيدة ذات عناوين جاذبة، ولكن على العمل على الأرض الأمر سيء للغاية. طيب يعني خليني يعني أقف عند نقطة معينة أستاذ ناصر، قلت لي أن العمل على الأرض هو ضعيف وخطابات ماكرون رنانة. يعني بتعتقد معايا بأن زيارة ماكرون لبكين كان فيها نوع من التفاهمات، أعطت نوع من جرعة الشجاعة وأصبح له ظهر وحليف، وبالتبعية نفهم العلاقة الآن الصينية الأمريكية، فكان لابد أن يظهر بهذه العبارات في هذا التوقيت؟
لا لا أعتقد يعني إنه موضوع زيارة الصين بعيد نوعا ما عن توجهات ماكرون. هو صحيح يعني حضرتك أشرتي لنقطة مهمة وهي تفاهمات نوعا ما، يعني تأجيل المواجهة الأوروبية الصينية خاصة المواجهة الاقتصادية، لأن الأوروبيين والصينيين لديهم مشاكل اقتصادية كبيرة. ولكن مسألة أن ماكرون الآن يرى أن هذا التوقيت هو الأهم للحديث، هو دائما يتحدث في الأوقات الحرجة، ولكن إذا ما استرجعنا خطابه في قطاع غزة مثلا عندما زار إسرائيل ودعا إلى تشكيل تحالف دولي ضد داعش أو تجيير تحالف داعش ضد ليكون ضد حماس، يعني هذا الخطاب لا يمت عن أو لا يصل إلى مرحلة أن هناك رئيس لأكبر دولة تقريبا في أوروبا يفهم ما هي المتغيرات الحالية. ولذلك الآن هو يعطي هذا الخطاب، ولكن على الجانب الآخر هو يعمل ضد السياسة الأوروبية عندما يختلف مع الألمان على سبيل المثال ومع الإيطاليين في أكثر من مناسبة، لأن إيطاليا فرنسا ألمانيا الآن هم يجب أن يكونوا ثلاثي قيادة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. العلاقات الفرنسية الإيطالية في أسوأ حالاتها، العلاقات الألمانية الفرنسية في أسوأ حالاتها، وبالتالي لا يمكن لماكرون أن يتحدث أو أن يدعو الأوروبيين لأن يكون لديهم توجهات حقيقية في حين أنه هو لا يعمل على هذه التوجهات ولا يسعى إليها على أفضل وقت. يعني بتصف أنه أصبحت فرنسا هي خارج الإطار الأوروبي بسياسات ماكرون، يعني أصبحت كما يقولون في لغة السياسة البجعة السوداء وليست لها حليف، فلا وجهة لهذه التصريحات أو المطالبات. ولكن يتحدث ماكرون عن فكرة أن يكون التسليح هو خاص بجيش موحد وأن يكون هناك ضخ للأموال لديه، وهناك على الأرض أو على النواحي الاقتصادية هناك أشياء أخرى لابد أن ينظر إليها ماكرون، الملف الصحي، ملف التعليم، هناك علامات استفهام. لماذا هو يتوجه للعالم بهذه العبارات؟ هل يريد أن يحصد شعبية بعد إخفاقات داخلية؟ يعني أنا أعود لفترة رئاسة ماكرون الأولى، كتبت مقال اسمه ماكرون الأوروبي وليس ماكرون الفرنسي. ماكرون دائما يفكر أو يعتقد بأنه هو رئيس الاتحاد الأوروبي وليس رئيس لفرنسا، ولذلك هو يدعو كما ذكرت لحضرتك في البداية، هو يدعو إلى خطابات رنانة بدون تفسير كيف يمكن أن تعمل هذه الخطابات. يعني الآن هو يدعو إلى استقراض مشترك أو أن يكون هناك قروض مشتركة في تمويل السياسات الدفاعية، يعني بمعنى تصنيع الأسلحة وبمعنى أن يكون هناك شراء للأسلحة. ولكن السؤال هو شراء الأسلحة لمن؟ ليس هناك جيش أوروبي موحد، ليس هناك قوة أوروبية موحدة، هو يريد شراء الأسلحة وإرسالها لأوكرانيا، وأوكرانيا تخسر هذه الأسلحة على الجبهة وهي قذف للمليارات، في حين بأنه هناك احتجاجات اقتصادية كما أشرت حضرتك، هناك أزمات تتعلق في كثير من النقاط للمواطنين الفرنسيين والأوروبيين. العمل أنا أعتقد بأنه إذا كان ماكرون جاد في توجهاته يجب أن يكون العمل من المفوضية الأوروبية، لأن المستشار الألماني أولاف شولتز ذكر نقطة مهمة، قال بأنه يجب أن تتغير آلية التصويت داخل المفوضية الأوروبية لتصبح بالأغلبية بدلا من الإجماع، عندها فعليا يمكن اتخاذ قرارات لصالح المصالح الأوروبية وبناء قوة عسكرية موحدة وسياسات دفاعية. ولكن الآن كل ما يتم هو حديث فقط، حتى العملية العسكرية في البحر الأحمر، العملية العسكرية الأوروبية لم تحقق أي نتيجة إلى حد هذه اللحظة في آلية أن يكون هناك عمل مشترك. وماكرون نفسه عندما يذهب ويدعو إلى أو يقول بأنه مستعد لإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، هو يورط الأوروبيين في حرب مباشرة مع روسيا. لم يستشر حتى زعماء إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا في مثل هذه الخطوة التي اعتبرت تصريح قوي ثم تراجع عنه بشكل سيء للغاية. أستاذ ناصر، يعني ممكن يكون الواقع اللي بيتحدث عنه هو بعيد تمام البعد عن عبارات ماكرون، ولكن أنا أريد أن أرجع الأمر لي أيضا الشأن الفلسطيني وإلى غزة. يعني هو بيدعو لدفاعات وإلى جيش، وفي نفس الوقت بيقوم بتسليح الجانب الإسرائيلي وهو يعاني من هذا النقص. لماذا لا يقوم بالتسليح نفسه والدفاع عن نفسه أو حتى رفع كفاءة قدراته العسكرية بدل من إعطاء أسلحة لدول أخرى؟ يعني مسألة تسليح إسرائيل هي مسألة
شبه خطوط حمراء في العقيدة الأوروبية ليس الفرنسية، دعيني أقول، لأن الأوروبيين كلهم الآن يسلحون إسرائيل، منهم ألمانيا، السويد، كثير من الدول. النقطة هنا لا تتعلق في مسألة إرسال أسلحة وعدم إرسال أسلحة بقدر ما تتعلق في أن يكون هناك تأثير في الشرق الأوسط. يعني إذا رجعنا فرنسا جاك شيراك كان تأثيرها قوي جدا وإيجابي جدا عن دور فرنسا ماكرون، خاصة بأنه المصالح الفرنسية في الشرق الأوسط هي مع الدول العربية وليست مع إسرائيل، المصالح الاقتصادية، المصالح السياسية، المصالح حتى العسكرية، لأنه إذا قارنا صفقات بيع الأسلحة للدول العربية هي أكبر بكثير من صفقات بيع الأسلحة لإسرائيل مثلا. ولكن ماكرون لم يستطع حتى موازنة هذا الدور أو اللعب على موازنة هذا الدور. يعني شيراك كان بارع جدا في الموازنة. طيب ضيق الوقت سيد ناصر، يعني حتى النواحي الأمنية أخفق فيها ماكرون عندما تكون دورة ألعاب أولمبية ويحقق لها 3 مواقع وتخوفا من هجمات إرهابية. أنا تحدثت عن ملف سياسي، تحدثت عن ملف أمني وأيضا ملف اقتصادي بشكل مباشر. هل تتوقع أن يستمر ماكرون في موقعه في الانتخابات القادمة؟ بالتأكيد لا، لأن ماكرون الآن هو في الولاية الثانية وبالتالي لن يرشح نفسه، ولكن النقطة هي في موقف حزبه، حزب الجمهورية إلى الأمام أو حزب النهضة كما يسمى الآن. هل يمكن أن يبقى في السلطة في الانتخابات القادمة؟ الجواب هو قطعا لا، لأن الآن استطلاعات الرأي تقول بأن حزب اليمين المتطرف التجمع الوطني هو في الواجهة، اليسار يكون يحاول تشكيل نفسه بشكل أقوى، وبالتالي مستقبل، دعني أقول، حركة ماكرون في الانتخابات القادمة لن تكون موجودة أعتقد وفق المعطيات الحالية، لأنه أخذ فرصتين والفرصتين للأسف ضاعوا سياسيا واقتصاديا. يعني بحب من وقت لآخر أخذ تحليلات سياسية بنحتاج إليها فيما بعد لنرى دقة المحللين. بشكرك أستاذ ناصر زهير من باريس، رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات الدبلوماسية. ومن الشأن الأوروبي إلى الشأن العربي مرة أخرى، ولكن من لبنان. استهدف قصف جوي إسرائيلي بطائرة مسيرة اليوم الخميس شاحنة للمحروقات قرب بعلبك شرقي لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. وتأتي هذه الغارة وسط تزايد في تصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الأخيرة. الغارة الإسرائيلية المعادية استهدفت شاحنة النقل في سهل بلدة دورس، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح وإلحاق أضرار بالشاحنة، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق. للتحليل بينضم إلينا سيد غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية. برحب بك أستاذ غسان. أهلا وسهلا. يعني دائما بيكون هناك نوع من الأخذ والرد بيني وبينك في منتصف النهار، ولكن أريد أن أتحدث عن تصريحات عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي بأن نصف حزب الله أو قياديين حزب الله، وهي نقطة ناقشناها فيما قبل، نصف قيادين تم القضاء عليهم والنصف الآخر تحت الأنفاق. أقول لك، ما مدى المصداقية؟ طبعا هذا الكلام لا يمت إلى المصداقية بصلة. كلما سقط شهيد لحزب الله، حزب الله يعلن عنه، واليوم نحن منذ 8 أكتوبر لدينا في لبنان 330 شهيد في مجمل العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب، بينهم نحو 70 مواطنا لبنانيا مدنيا، وما تبقى هم شهداء لحزب الله. طبعا اليوم الإسرائيلي هو في ظل الأزمات الداخلية التي يعانيها، هو يريد أن يصطنع انتصارا أو أن يفتش عن انتصار بأي شكل من الأشكال. تارة يقول بأنه قضى على نصف حزب الله وما تبقى يختبئون. طيب، طالما أنه قضى على نصف حزب الله والباقي يختبئون، فلماذا لا يعيد النازحون المستوطنون إلى المناطق الشمالية طالما أنه حقق هذا الانتصار؟ أشكرك. نقطة مهمة يا أستاذ غسان، دعني أستوقف عنها. يعني الحدود ما بين إسرائيل وما بين لبنان، هناك دائما منطقة آمنة، ولكن هذه الرقعة أصبحت مع ضرب حزب الله بتتسع ولم يعد هناك أمان في هذه المنطقة.
دلالة على الأرض لضعف الجانب الإسرائيلي وعدم قدرته على مواكبة حزب الله، أم رغبة من إسرائيل في استمرار الحرب على لبنان والوصول إلى عمق أكبر؟ لم تعد إسرائيل تستطيع أن تشن حرب على لبنان كما كانت تفعل في السابق، خصوصا أن هناك اليوم توازن رعب حقيقي، وهناك قوة ردع تمارسها المقاومة نتيجة الجهوزية الكاملة والقدرات العسكرية التي تمتلكها. لذلك يعني نحن اليوم نجد بأن المستوطنين الإسرائيليين الذين فروا من المناطق الشمالية هم في تزايد مستمر، وطبعا اليوم عودة هؤلاء النازحين تحتاج إلى ضمانة، لأن هؤلاء النازحون فقدوا الثقة بالمنظومة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وطبعا هذا ما يدفع اليوم إسرائيل إلى الضغط على أمريكا وفرنسا وسائر الدول للضغط على لبنان من أجل تطبيق القرار 1701، وهو الذي يقضي بعودة المقاومة إلى شمال الليطاني وعدم ظهور الأسلحة في تلك المنطقة. لا شك بأن المقاومة اللبنانية مستعدة لهذا الأمر، ولكن شرط أن يكون التطبيق القرار 1701 متوازنا، أي أن تخرج إسرائيل من الأراضي التي ما تزال تحتلها في لبنان. أما ما تقوم به إسرائيل اليوم، يعني نحن وجدنا بأن المسيرات البدائية الإيرانية التي انطلقت من إيران باتجاه فلسطين المحتلة استمرت 3 ساعات في طريقها إلى تلك الأراضي، وقد ورغم كل الدفاعات الجوية الأمريكية والبريطانية والقواعد العسكرية والإسرائيلية، وسقط منها 15% وأصابت أهدافها. فكيف إذا كانت تلك المسيرات المتطورة والصواريخ الدقيقة انطلقت من لبنان ومن النقطة صفر؟ عندها تعلم إسرائيل ماذا قد يحل بها. لذلك اليوم أعتقد بأن جبهة الإسناد التي ما تزال قائمة تضمن قواعد الاشتباك القائمة، وإسرائيل اليوم تعتدي على المناطق اللبنانية بشكل مضبوط حتى الآن بالرغم من تطور هذه العمليات، ولكن ضمن نطاق محدود بانتظار أن يعني نعم وضحت الفكرة سيد غسان. هو يعني ولكن أخشى ما أخشى هو بتوازي مع ما يحدث في الجانب الفلسطيني، لأن اندلعت الاشتباكات على إثر الجانب الفلسطيني وما حدث في غزة. سنرى الأيام القادمة ما ستأتي به، هل سيتم أو سيصبح هذا التوازن قائما أصلا على الجبهتين مع تصعيد الإسرائيل؟ ستصاعد الجبهة اللبنانية من اشتباكاتها؟ هذا ما سنراه في الأيام القادمة. بشكرك أستاذ غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل ونواصل من بعده منتصف النهار، انتظرونا بعد الفاصل. عدنا إليكم من جديد في منتصف النهار، وتصدر هاشتاج سيناء مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفال مصر بذكرى عيد تحرير سيناء، حيث تحتفل مصر في كل عام في 25 من إبريل بذكرى تحرير الأرض بعد العبور العظيم للجيش المصري في 1973 وانتصاره المزلزل على جيش الاحتلال الإسرائيلي وخروج الاحتلال ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها. وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية في 25 من إبريل العام 1982. وعلى إثر ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من التدوينات على موقع إكس تويتر سابقا، وأول تغريدة معنا هي لهبة التي دونت قائلة: تحيا مصر بجيشها العظيم خير أجناد الأرض، مذيلة تغريدتها بهاشتاج عيد تحرير سيناء. أما عمر فقد كتب: تحية لكل اللي ضحوا بأرواحهم علشان يرجعوا أرض سيناء.
من جانبه شارك خالد جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكتب معها عدة هاشتاجات: مصر تدعم القضية الفلسطينية، وعيد تحرير سيناء، وعيد تحرير سيناء 42. فيما غردت مارو بسينا غالية علينا، وعندليب عادل كتب أيضا: صباح الخير يا سينا ورسيتي في مراسينا، سينا بتاعتنا. وفي آخر تدوينة معنا اليوم من أحمد كتب فيها: سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. هكذا بنكون قد تابعنا مع حضراتكم ردود الأفعال حول احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء. الآن مع فاصل قصير ونعود بعده للنقاش حول هذه المناسبة السعيدة. إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. سيناء الحبيبة ومعبر الأنبياء وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة. سيناء هي البقعة المقدسة والحبيبة. لمزيد من الاستقراء بينضم إلينا من القاهرة دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية في القاهرة الإخبارية. دكتور أشرف، أولا برحب بك عبر منتصف النهار وبهنئك بعيد سيناء، وللمرة الثانية وأهنئ كل المصريين. يعني عيد بيمس كل مشاعر كل مصري، بيحقق ويعيد ويذكرنا بالانتصار والزهو في دفاع عن طبعا أرض سيناء بكل ما قدمت مصر من غالي ونفيس من رجال أبنائها، القوات المسلحة، قوات الشرطة، ولم تبخل الدولة المصرية، لم يبخل رئيس مصر بأن يؤكد دعائم الاستقرار باحتفالا بهذا العيد. في كل عام نجد الجديد والجديد في تنمية سيناء وتنمية هذه البقعة الغالية، أرض الأنبياء ومهديها، أرض غالية دفعت فيها مصر شهدائها ودمائها التي ارتوت للدفاع عن هذه البقعة الغالية. ونحن الآن يعني في ظل هذا التهديد الضخم والجارف، يعني قبل يعني أستاذ أشرف أو دكتور أشرف، قبل ما نروح للتهديد، يمكن عبر منتصف النهار أول مرة يكون الأخبار يعني سياسية ممزوجة بالحزن، ولكن أول مرة أشعر بالفرح والفخر بكوني مصرية وبالانتماء إلى هذه الأرض الطاهرة، أرض سيناء، والارتباط النفسي والتعلق الروحي والوجداني للشعب المصري بها، كيف تراه؟ أرى طبعا هذا الارتباط، لأن كل بيت في مصر قدم شهيدا وقدم دما في هذه لتلك الأرض الغالية للدفاع عنها، وبالتالي سيناء ترتبط بكل عائلة وبكل أسرة مصرية، ترتبط بتاريخ كبير، ودائما تكرر في كل احتفال باسترداد هذه البقعة الغالية وأن تقع تماما في تحت سيادة مصر بعدما استعادتها مصر بكل أدوات الدبلوماسية والدفع بالقانون الدولي لأخذ حق مصر والحفاظ عليها وتنميتها. وبالتالي سيناء ما هي إلا جزء من كل عائلة ومن كل أسرة ومن كل حلم، وهي الآن هي جزء من كل بناء في كل عقل وكل شاب مصري ومصرية للدفاع وبناء على هذه الدولة لأن تكون، على هذه المنطقة وهذه البقعة الغالية لأن تكون دائما بقعة عزيزة ومنطقة غالية من أرض مصر. وأنا أفتكر إن التحركات بالنسبة للحكومة المصرية في تأكيد هذا الترابط مع سيناء بدأ يعني يتجلى بشكل واضح في حجم الاستثمارات التي قدمتها الدولة المصرية، وخصوصا بعد تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة
مصرية، بأن تصل حجم الاستثمارات إلى تريليون جنيه مصري في مشروعات متعددة من بنية تحتية لإسكان لصحة يعني لتعليم. دكتور أشرف، يعني هتخلى عن لغتي العربية وأتحلى بلغتي المصرية، مناسبة سعيدة أني أكلم باللغة المصرية أو باللهجة المصرية العامية. أعتقد يا دكتور أشرف بأنه ما تقوم به الحكومة أو رئيس السيسي في الجانب الاقتصادي أو في الملف الاقتصادي في أرض سيناء هو هيضرب مثل للعالم بكيف أصبحت هذه الأرض الطاهرة يعني مختلفة على نواحي الاقتصادية والتعليمية وأيضا الإنتاجية والزراعية. دكتور أشرف، ملف مهم هنتكلم فيه في حلقات جاية، ولكن بشكرك لوجودك معنا في منتصف النهار. دكتور أشرف سنجر الخبير بالسياسات الدولية في القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. ووصلنا إلى ختام منتصف النهار، نترككم في رعاية الله وإلى القاهرة الإخبارية. طبتم وطابت أوقاتكم.